انا خايفه يا ماما، ممكن الانتعاش ده ما يدومش كتير. ما تنسيش يا حبيبتي احنا معاكي دايما. طيب يا لزي، نحن عارفين انك مستنيه طول اليوم، بس الحقيقه ان انتعاشك ده ما شفناش زيه قبل كده. شو هيدا؟ من وين جاي هالانتعاش الفائق؟ هي ماما اكيد. كومفورت المركز، انتعاش فائق يدوم طويلاً.